بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، حلقة مميزة جدا النهاردة إن شاء الله في فنيات الأحياء للصف الثالث الثانوي. معكم مستر محمد صلاح. إن شاء الله هنبتدي حاجة هتعجبكم جدا، وهو سؤال جميل قوي. أنا بعتز بالسؤال ده وعايزكم تاخدوا بالكم. إحنا طبعا عارفين إن الأمشاج بتيجي بانقسام ميوزي، وإن الخلايا الجسدية بتيجي بانقسام ميتوزي، ولكن لكل قاعدة شواذ. أنا عندي 3 شواذ للميتوزي، وجايز 4 كمان، هنخليهم 3 لأن في 2 مشتركين مع بعض، و3 شواذ للميوزي. طيب نشوف السؤال الجميل مع بعض كده. مبدئيا إحنا عندنا الانقسام الميتوزي، أنا عايز 3 شواذ عنه. يعني إيه 3 شواذ عنه؟ يعني أنا عايز ميتوزي ما يديش خلايا جسدية، مع إن أنا عارف إن الميتوزي بيدي جسدي. طب نشوف مع بعض كده. امال الميتوزي هيدي ايه هنا؟ هيدي امشاج. امشاج تطلع بالميتوزي؟ اه. طب احسب بقى معايا. 1 خصيه ذكر نحل العسل. خصيه ذكر نحل العسل اللي هي نون، اللي هو طالع من طاوله بكري. ايوه، ده بقى هينقسم ميتوزي وهيديني حيوانات منويه. الله، ده كلام جميل قوي. حيوانات منويه نون، فعلا انقسام ميتوزي اهو وطلع امشاج. جميل. طب ممكن السؤال يتسال بطريقه تانية، اذكر امشاج تنتج بالميتوزي وليس بالميوزي. طيب نشوف مع بعض المثال الثاني. مبيض انثى الماني. جميل، اللي هو 2 نون. ايوه. طب نشوف مع بعض كده، مبيض انثى الماني ده بيديني ايه؟ بيديني بويضات 2 نون. تمام. لاحظ، عندي مبيض بميتوزي يدي بويضات، مع ان المفروض الامشاج بتطلع بميوزي، البويضات طالعه بميتوزي، الحيوانات المنويه طالعه بميتوزي. تمام، مهم قوي كلمه ميتوزي. طيب نشوف رقم 3، حاجه هتقابلنا ان شاء الله في درس اسمه الصراخس. الانثريديا ده عضو التذكير في نبات الصراخس، والارشوجونيا او ممكن نسميها الارشوجونا، مفيش مشكله. الارشوجونيا، الانثريديا ده عضو تذكير، ده عضو تانيث. سواء الانثريديا سواء الارشوجونيا، هما الاثنين بيطلعوا امشاجهم من انقسام ميتوزي. الانثريديا بتطلع سابحات مهدبه، اما الارشوجونيا بتطلع بويضات. جميل. عد بقى معايا كده، ممكن نخليهم 4 اهو، 4 انقسامات ميتوزيه ينتج عنها امشاج، مش ينتج عنها خلايا جسديه. طيب ايه رايك بقى في الميوزي؟ جميل، نجيب لك الميوزي. الميوزي انت عايز دلوقتي تخلي ميوزي يدي خلايا جسديه؟ ايوه، انا عايز ميوزي يدي خلايا جسديه. ايه رايك في لقاحه الاسبايروجايرا؟ فاكرها؟ ايوه، لقاحه الاسبايروجايرا 2 نون. اي لقاحه في الدنيا 2 نون، واي لقاحه لازم تنقسم ميتوزي الا اللقاحه دي. بتنقسم ميوزي، لا تتوقع بقى انها تدي امشاج؟ ما بتديش امشاج. امال بتاعت ايه؟ بتاعت خيط عادي جدا. ايوه، هي كانت بتنقسم ميوزي، عشان ارجع للعدد الاصلي للخيط اللي هو خيط تحلب اسبايروجايرا نون، مع ان اللقاحه 2 نون. جميل، يبقى ميوزي وما اداش امشاج، ميوزي وادى خلايا جسديه. طب ده رقم 1. رقم 2، الحافظه الجرثوميه. ايه الحافظه الجرثوميه دي؟ الحافظه الجرثوميه دي يا اولاد برضه في نبات الصراخس، ان المفروض انها بتنقسم وتدي جراثيم، والجراثيم المفروض انها خلايا جسديه نون، مع ان الحافظه 2 نون برضه طالع بميوزي. لاحظ، دايما الميوزي يدي امشاج. اول مره اشوف ميوزي يدي خيط جسدي ويدي جراثيم جسدي، يبقى ليه شواذ. رقم 3 والاخيره، الاوكينايت. ايه ده باللاتيني ده؟ لاتيني للكلمه اللي هي اسمها الطور المتحرك. تدي الاوسايت اللي هو كيس البيض. ده فين ده؟ ده في البلازموديوم، هيقابلنا ان شاء الله. يبقى احنا دلوقتي نقولهم مع بعض كده. 1، 3 انقسامات ميتوزيه تعطي امشاج ولا تعطي خلايا جسديه. خصيه ذكر نحل العسل تدي حيوانات منويه. مبيض انثى الماني يدي بويضات. والحاجه الثالثه، ها نقول عندنا الخصيه والذكر والانثريديا والارشوجونيا تدي سباحات مهدبه وبويضات. اما الميوزي اللي بينقسم ويعطي خلايا جسديه، لقاحه الاسبايروجايرا، حافظه الجرثوميه في الصراخس والوكنايت. جميل. المفروض ان انا نكمل شرح، ولكن انا هحاول
انزل بحاجه جديده كده جميله للفيديو كهديه ليكم، ان احنا نظبط شويه الرسومات اللي هي بتبقى تقيله شويه على الطالب. ايه رايك لو رسمنا نص حزام حوضي؟ انت متعود على رسمه الحزام الحوضي، لكن فكره نص الحزام دي بتقلق شويه. شفت الرسمه اللي انا هرسمها دي مين؟ عظمه ظهريه. يبقى مين؟ تبقى الحركف اهو. ركز معايا كده بقى في التجويف الحقي اهو. شفت العظمه دي مين؟ شفت العظميه دي؟ العظميه اللي جايه ديت، ها ديت، افتكر معايا؟ ايوه ده الورك. تمام، طالع لفوق كده اهي، معانا اهي لفوق. تعالى بقى نشوف مع بعض. يعني دي المفروض انها الحركفه. ايوه عظمه ظهريه، جميل. الورك اهو، ايوه ده الورك. ده مين؟ ده العانه. ده الورك، ده العانه. وده مين بقى؟ ده التجويف الحقي. ماله التجويف ده؟ ده اللي بتبات فيه راس عظمه مين؟ راس عظمه الفخذ. يبقى ده نصف الحزام الايه؟ الحوضي. جميل. طبعا دول ثلاث عظام. طيب نشوف رسمه ثانيه، نشوف رسمه ثانيه. جميل. ايه رايك بقى في رسمه الجمجمه اللي طلبه كتير بتقول ليه بتيجي في الامتحان ولا لا؟ المفروض ان انت بتحفظ كل الرسومات وبتحفظ البيانات كويس، وطبيعي الرسمه لما تبقى عارفها حتى لو هتدعم بها باجابتك افضل ما تبقى مش عارفها. ايه رايك في رسمه الجمجمه؟ تعال نشوف كده مع بعض. كانك بترسم علامه استفهام. طيب جميل، بنزل اهو، وده الثقب الكبير. هنزل بعد كده على الفك السفلي، شوف معايا كده اهو، ادي جزء اهو، دي الاسنان اهي بالمره. تمام، نروح للاسنان الثانيه اهي، شوف الفك العلوي معانا اهو، ديت فراغ الانف، وده مكان لفراغ العين. تمام، نحدد اهو، ده الاجزاء اللي هي الثمان عظام اللي بتوع الجمجمه من الخلف كده، ودي بقى معانا الجزء الجبهي بتاع الجمجمه. ده فراغ العين، ده فراغ الانف. تمام، ده طبعا الفك العلوي، وده الفك السفلي، وده الثقب الكبير. ده الثقب الكبير، طبعا ده الجزء الخلفي او المخ من الجمجمه. يبقى رسمه بسيطه مفيش فيها ادنى مشكله، ودي رسمه الجمجمه. نشوف رسمه كمان، القفص الصدري اللي الناس بتخاف منه. ما تخافش ولا حاجه، رسمه سهله وجميله مفيش فيها اي مشكله. هتبتدي بالقص. الخطوات: عظمه، طبعا عظمه تتكون من نسيجين اللي هو القص. طيب نمسح ونجيبها تاني، معلش القلم اهو. نشوف مع بعض بقى، هنرسم القص دلوقتي اهو. عظمه مثلثه، وحاول تخليها طويله عشان تريح معاك الرسمه. تمام، هذه العظمه طرفها السفلي غضروفي. جميل اهو. طيب هنجيب ايه؟ هنصلح بس الخطأ البسيط اللي فيها ده. نجيب القص مرة تانية، هاتها من فوق كده، عظمة مثلثة. طيب هنبدأ بقى نرسم الضلوع مع بعض كالآتي. ركز معايا كده، هذا الضلع الأولاني، شوف الضلع التاني يطلع معاه ازاي من على الواسع بالشكل ده. تمام، هذا الضلع الثالث، وادى الرابع، وادى الخامس. حاول بقى تجيب ايه؟ الضلع نايم لاسفل شويه كده اهو، وادى السادس، السابع. تمام، بتركيز بسيط اهو، الثامن، التاسع، العاشر. الله، لو جيت عند العاشر ده كده يبقى انت عملت شغل جامد قوي. شوف بقى في الحته الصغيره دي انا هرسم مين؟ انا هرسم جزء صغير كده جاي من ورا القص. تمام، على انه هو ده الفقرات الظهريه رقم 18 و19. نازل منهم مين بقى؟ نازل اللي هو الضلع العائم طبعا رقم 11، والضلع العائم رقم 12. شوف رغم صعوبه القلم والرسم على السبوره، الا ان فعلا انت هيبقى اسهل بالنسبه لك القلم الرصاص وشغل الايه؟ الامتحان باذن الله. يبقى احنا لو بنكتب بيانات هنقول ده القص، هنقول من هنا من رقم 1 لرقم 10 عباره عن ضلوع
غير عائمة. إنما الضلعين دول مين؟ دول الضلوع العائمة اللي هم رقم 11 و 12 متصلين بالفقرات الظهرية 18 و 19. طبعا ما فيش داعي ان انت تكمل الناحية التانية، عايز تعملها كشكل جمالي ما فيش مشكلة، لكن انت في الامتحان مطالب باللي انا عملته لك وخلاص. طبعا انت لو كملت بنفس الطريقة هتحصل على شكل القفص الصدري، ولكن انا بقول نكتفي بجانب منهم تمام. وطبيعي المصحح بيبقى فاهم ان الوضع عبارة عن، عشان برضو ما تلخبطش نفسك تمام، هنختم بالضلع ده والضلعين العائمين بالشكل ده، يبقى منظر قفص صدري. طبعا مين هنا بقى ورا معانا؟ هنا الفقرة. طبعا جميل، برافو. الفقرة اللي هي بترتبط بيها بجسم الفقرة تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع رسم مبسط ومعلومات جميلة، وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.